أحيا المنشد جلول رفقة فرقة العروة الوثقى من وهران حفلا إنشاديا في حديقة سويسي بوادي العثمانية. الحفل لاق استحسان الجمهور. إخواننا لوهارنا شرفونا اليوم وميزوا هذا الحفلة خاصة للمنشد الأخ جلول. هذا اللقاء هو لقاء في الحقيقة استطاع أن يعطي المفهوم الحقيقي للثقافة المحلية وكيف نستطيع أن نحيي ثقافة المحلية. المنشد جلول رفع من أجل دعم الكلمة الهادفة وبلهجة جزائرية رافضا الإنشاد المغلف. أصحاب الأنشودة يعني المشكلة اللي راه عندهم واني شفتهم ودائما نتحكم معاهم، هادو المنشدين الجزائريين اللي معروفين، اتقوا الله راكم في الجزائر. ما نقبضش انا منشد يسكن في السعودية غادي ينشد لك باللغة تاعك، انت علاك تنشد باللغة تاعه؟ كاين اللي يعني ولا التطفل، كاين حاجة الأولى هي التطفل، يعني كي نقول التطفل تقليد، يقلدوا المشارقة، وحنا عندنا تراث لا حول ولا قوة. أن تراث والله نبدو نشدو به منها نعطيك 100 سنة وما يكملش. هذه السهرة الرمضانية الهادفة جمعت حولها العائلة ببلدية وادي العثمانية، وهي خير دليل على حبهم للفن الملتزم والإنشاد على وجه الخصوص.